ايوه ماما. تعالى اقعد، انا عايزاك. ماما لو سمحتي انا مش عايز اتكلم مع حد. شفتي اهو، انا قلت لك انا ماشيه اساسا. تعالي هنا اقعدي. الله جرأي، وانت اقعد انت كمان. هو انا مش مالي عليكوا ولا ايه؟ اقعد يا واد. حاضر يا ماما. اسمعوا انتوا الاثنين، لازم تعترفوا انكم انتوا الاثنين غلطانين. انا ما غلطتش في حاجه، الهانم هي اللي مقصره في تربيه الاولاد. ليه ان شاء الله؟ هو انا هربي العيال لوحدي ولا ايه؟ عيب قوي اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا لازم تعرفوا ان البنت كانت هتضيع منكم لولا ستر ربنا. والله اللي اعرفه بقى ان البنت سرها مع امها، يعني لما يحصل اي حاجه تبقى الام هي المسؤوله. يا سلام، يعني انا دلوقتي طلعت ام فاشله؟ ايش حال انت اللي مشجعني على الشغل؟ انا لولا شغلي احنا عمرنا ما كنا هنعرف نصرف على البيت. بقول لك ايه بقى، انت كل شويه هتقعدي تذليني بالموضوع ده، كل قرش صرفتيه هرجعه لك على داري مليين. اسمع انت وهي، اي مشكله بتحصل في البيت بتبقى مسؤوليه الاب والام مع بعض. انتوا دلوقتي تخشوا تاخدوا البيت وتروحوا على البيت ولا كان في حاجه حصلت. ايوه بيجا، بس انا عايزه انت تسمع اللي انا بقول عليه، ولا اقسم بالله ما هخش لك بيت طول عمري لغايه ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما. يا ماما ربنا يديكي طول العمر. خلاص اقعدوا افطروا معايا وبعدين ادخلوا لياسمين انتوا الاثنين. ياسمين لما هتصحى وتشوف ابوها وامها قصادها هتحس بالامان. قلتوا ايه؟ ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. ليه كده يا ياسمين؟ أنا آسفة يا بابا، أنا كنت خايفة منكم. يعني أنت خايفة مننا ومش خايفة من ربنا؟ يعني علشان حضرتك تعالجي خطأ كبير تعالجيه بخطأ أكبر منه؟ أنت عارفة كنت هتعملي إيه؟ أنت كنت هتموتي نفسك. عارفة يعني إيه تموتي نفسك؟ يعني نعيش حياتنا كلها متحصرين عليك. يا ساتر يا رب، ألف بعد الشر عليك يا حبيبتي. أنا ما كنتش عارفة أنا بعمل إيه، عشان خاطري سامحوني. أنا أسف. عايزانا نسامحك؟ اللي حصل ده ما يتكررش تاني أبدا، مهما كان الغلط، كبير صغير مش مهم. تيجي تقول لنا وإحنا نعالجه، اتفقنا؟ ياسمين أنت عارفة إن أنت مفيش أحن عليكي من أبوكي وأمك في الدنيا دي كلها، عارفة؟ عارفة. أنا آسفة عشان خاطري. طب يلا يلا نقوم نغسل وشنا عشان نروح بيتنا. يلا يلا بينا. يلا واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.